خلط واجب ومستحب وضروري بين العربية ولهجتي. اللهم أكون أسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربية الدارجة أو الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت، أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي، وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل والطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا بالخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية. الأوباش، نظر، حسيمة، تطوان، قصر كبير. الأوباش، العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة، واستعملوا مراكش كما هو الشأن عن جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار وما الأولين زيدهم في المظاهر. صاحبنا الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشي شهر على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لأنه تقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من ملائكة المقربين ومن الرسول وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتنقل الأساتذة راه معروفين أنهم لا يتبلوا بذل الإدراك ويخرجوا للزنقة، على أن الأساتذة راه منهم الكثير تدحر. بس الأساتذة يعرفوا أنه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون، القانون اللي هذه مدة وحنا عايشين عليه في الحماية، وأكدوا الاستقلال، وأنه المرويج تاع أكاديم أو القائم بأعمال من شأنها أنها توقع خلل بالأمن العام رغم تتعاملوا أقصى معاملة. مشروع قانون سيطالب بعض المترين منا جميعا المغاربة أن يؤدوا زيادة على الضرائب الزكاة.